السلام عليكم. بالنسبة للأسئلة اللي كتحط أو لا اللي كتكون في الشفوي ديال التعليم الأولي، ها هي جمعتها كاملة. ما كاينش شي واحد لا يعطي لا يقول لك شنو سولونا شنو سولونا. المهم هادشي جمعناه في فيديو واحد باش السؤال اللي تطرح عليك تكون ديجا نتايا عارفه. المهم هذه بعض الأسئلة اللي يمكن تطرح عليكم في مباراة المسؤولين عن التتبع والمواكبة ووحدات التعليم. أولا، قدم نفسك باللغة العربية. ثانيا، ما هي المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وما هي أنشطتها؟ ثالثا، ما هو دور المسؤول عن التتبع والمواكبة لوحدة التعليم الأولي؟ رابعا، ما هي الإضافات التي يمكنك تقديمها للمؤسسة؟ خامسا، ما هي أدوات عمل المربي وما هي أركان القسم؟ سادسا، ما هي الإرشادات التي ستقدمها للمربيين والمربيات للتعليم الأولي؟ سابعا، كيف يمكنك تحديد الوحدات التعليم الأولي وما هي الوسائل التي يمكنك استعمالها؟ ثامنا، كيف يمكنك مساعدة المسؤول الإقليمي من أجل تسيير جميع الأقسام بشكل جيد وضمان استمراريته؟ تاسعا، هل تجربتك في التعليم الأولي تكفي من أجل التتبع والمواكبة؟ إذا كان الجواب نعم، لماذا؟ وإذا كان الجواب لا، ما هي الأنشطة التي ستضيفها؟ ندوز للفرنسية. Alors la première question، إلا سولك بالعربية جاوبوا بالعربية، سولك بالفرنسية جاوبوا بالفرنسية. هادو بالنسبة للمتتبعين والمشرفين والمواكب. La première question، présentez-vous. Deuxième question، c'est quoi la fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire et quelles sont ses activités؟ Troisièmement، quel est le rôle chargé de mise en place et de suivi des unités préscolaires؟ Quatrièmement، comment tu peux développer les activités de la fondation؟ Cinquièmement، si vous avez des conflits ou des problèmes avec vos collègues de la fondation، comment tu peux les résoudre؟ Sixièmement، comment tu peux sélectionner les unités préscolaires et avec quels moyens؟ Ici، je vous donne le temps pour répondre aux questions au-dessus et après je vous donne la bonne réponse et autres questions et bon courage. انا غادي نعطيكم الاسئله directement مباشره. الأسئلة والنغاب. alors الأسئلة والأجوبة الشفوية اللي يولوج مهنة التعليم الأولي. السؤال الأول كيف ما كتشوفوا هو قدم نفسك سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. كتقول اسمي كذا وكذا، من مواليد سنة كذا، بمدينة كذا، حاصل على الباك أو الإجازة أو ديبلوم في شعبة كذا وكذا، ولدي تجربة في واحد المجال معين. أما باللغة الفرنسية ها هما درت لكم بارتيغي باش تكون الصورة واضحة. Je m'appelle par exemple Fatih Fleur ou la Mohamed Fatih Fleur Azaïda Fatima Zahra. J'ai 22 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans, 35 ans, etc. Je suis célibataire ou marié. Je suis de yani la ville qui s'occupe de l'intérieur, Casablanca, Rabat, Meknès, etc. J'ai obtenu mon baccalauréat en SVT, lettres, sciences chimie, etc. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو التعليم الأولي؟ هذا سؤال نقدر نقوله شائع، يقدر تطرح في أي لحظة. التعليم الأولي هو مرحلة تعليمية تهم أطفال المتراوح أعمارهم من 4 سنوات إلى 6، ثم دمجهم مع تعليم ابتدائي. يعني خصكم تعرفوا بأن التعليم الأولي والتعليم الابتدائي مدموجين في سلك واحد، يعني كيتسمى بالتعليم الابتدائي الاساسي او التعليم الاساسي، بجوجهم كيتسموا في التعليم الابتدائي. بالنسبه للسؤال 3، ما هي اهداف التعليم الاولي؟ اولا، ضمان تكافؤ الفرص لجميع الاطفال، هذه من بين الاهداف. التشبع بقيم المواطنه والقيم الدينيه والهويه. ثالثا، التمكن من اللغه العربيه. رابعا، تنميه قدرات الطفل. دونك هادو هما اهداف التعليم الاولي. السؤال الرابع، تعريف المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي هي مؤسسه غير ربحيه تاسست بتاريخ 10 مارس 2008 بمبادره من المجلس الاعلى للتربيه والتكوين وبتعاون مع وزاره التربيه الوطنيه، دابا ولات والرياضه والتعليم الاولي كذلك، ووزارة الداخلية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. السؤال الخامس، من هم شركاء
المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، كاين وزارة الداخلية، كاين وزارة التربية الوطنية، كاين مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. دونك هادو هما الشركاء ديال المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. فيما يخص الشق البيداغوجي، يعني تعريف ديال البيداغوجيا، البيداغوجيا هي نظرية نظرية تربوية التي تهتم بالمتعلم في مختلف جوانبه النفسية الاجتماعية والتعليمية. كيف ما كنعرفوا أن البيداغوجيا هي واحد العلاقة كتكون ما بين المدرس والمتعلم. السؤال السابع، تعريف الإطار المنهجي. الإطار المنهجي أو المرجعي للتعليم هو وثيقة مرجعية موجهة للمنهج التربوي للتعليم الأولي، صدرت سنة 2018، والمؤسسات التربوية بمثابة خارطة الطريق لكل المتدخلين في التعليم الأولي. ثامنا، السؤال الثامن، ما هي أركان القسم؟ هذه خصكم تكونوا عارفينها، خصوصا مربيين. كاين ركن اللعب، ركن المطالعة، ثم ركن الرسم. قدر يكونوا ثلاثة، قدر يكونوا أربعة، على حساب. المهم قول لي عندك وصافي. السؤال التاسع، ما هو الطفل؟ تعريف الطفل، يطلق مفهوم الطفل على مرحلة زمنية من عمر الإنسان، وهي المرحلة الأولى من عمر الإنسان، تمتد من سنتين إلى مرحلة البلوغ. السؤال العاشر، ما معنى الطفولة؟ الطفولة هي المرحلة العمرية الممتدة من الولادة حتى البلوغ، وهي الفترة التي يكون فيها الطفل معتمدا على أبويه في مأكله وملبسه وكذا وكذا. السؤال الحادي عشر، ما هي حاجيات الطفل؟ يعني الطفل ماذا يحتاج؟ يعني كتشوف الدري كيبكي، يعني شنو باغي؟ هناك الحاجة إلى الأكل، الحاجة إلى الراحة، الحاجة إلى اللعب، الحاجة إلى التعلم. الحاجة إلى التعلم قليلة، راكم عارفين، غالبا الحاجة إلى اللعب والحاجة إلى الأكل، ثم الحاجة إلى التعبير عن الذات. السؤال الثاني عشر، مراحل النمو عند الطفل، كان قالها بيجي وقالها مهم، ثلاثة ديال سميتهم معروفين، واحد العلماء كيهضروا على مراحل النمو عند الطفل. كان نمو النمو العاطفي الاجتماعي، كان النمو المعرفي، كان النمو الحس الحركي. السؤال الثالث عشر، ما هي خصائص النمو لدى الطفل؟ هناك كثرة الحركة وعدم الاستقرار، يعني الدري كيكون عنده حركة كثيرة، الحاجة للبحث واستكشاف، التفكير الخيالي، عدم التمييز بين الخطأ والصواب، يعني عنده كيف خطأ كيف صحيح، حب المرح واللعب، حب التشجيع وحب التقليد، بالإضافة إلى الميل لاكتساب المهارات، كثرة الأسئلة، والنمو اللغوي السريع. هذه النمو اللغوي السريع قليل فش، نعم كتكون، حيت كيقول لك التعلم في الصغر على مثل النقش على الحجر أو الحجر، التعلم في الصغر مثل النقش على الحجر، يعني الدراري الصغار غير تيتعلموا اللغه، ماشي بحالنا حنا الكبار. تبغى تتعلم شي لغه كتلقى فيها صعوبه. الوغ السؤال 14، كيف تتعامل مع الطفل المشاغب؟ من خلال تصرفاته، يعني تحسين تصرفاته من الأسوأ الى الاحسن، بالقيام باعمال ايجابيه كتوزيع الكتب والاوراق، وتشجيعه على سلوكه الحسن، يعني اللي كان دار شي سلوك زوين تشجعه، وبهذا يمكن تغيير استغلال حركته ونشاطه الزائد في التصرفات لديه. السؤال 15، كيف تتعامل مع الطفل الخجول، يعني الدري اللي تيحشم؟ التلميذ الخجول يحتاج لإشراكه دائما مع بقية زملائه وتشجيعه، سواء كان جوابه خاطئا أو صحيحا، ليستمر في النسق التصاعدي وليندمج. يعني إذا كان الجواب دياله خاطئ وبختيه، عايزيد في الخجول ديالي من الأحزان، تشجعه باش يخرج من الخجول الخجل اللي فيه هو. مش الدري معقد، احنا نزيدو نعقدو فيه. السؤال 16، كيف تتعامل مع الطفل كثير البكاء؟ الشغل ديال المربيات، اشغاله باي شيء كآخر، كلعبة محببة اليه، اهتمام به وتحدث معه بهدوء. المربيين كيلقاو صعوبة في هاد السؤال هذا، بالنسبة للمربيات يقدروا يتعاملوا مع الطفل. السؤال 17، لماذا اخترت هذا المهنة؟ دونك هذا كيخص الجميع. اولا اخترت هذه المهنة لاني احب مجال التعليم، وانا على يقين اني ساتكيف مع الاطفال واسهر على تعليمهم وتربيتهم وكذا وكذا. السؤال 18، ما هي مواصفات المربي او المربية؟ ان تحب الاطفال وتتعامل معهم بصبر، أن تكون على درجة من الثقة والإيجابية،
حسن المعاملة، ألا تتعامل بقسوة مع الأطفال، أن تكون قدوة لهم، وكذا وكذا. كان شيء إضافة زيادة من عندك. السؤال 19، ما هي مهام المربية أو المربي؟ أولا، استقبال الأطفال بروح مريحة، توصيل عن طريق اللعب أو توصيل المعلومات عن طريق اللعب، قيام بأنشطة تربوية داخل القسم يعني باش نتفاداو الملل. السؤال 20، ما هي الطرق البيداغوجية المعتمدة في التعليم الأولي؟ كاينة بيداغوجيات التعليم بيداغ... نعم البيداغوجيات المعتمدة، كاينة بيداغوجية التعليم، بيداغوجية الإدماج، ثم بيداغوجية اللعب. غالبا ما كنركزوا على بيداغوجية اللعب، كندمجوها مع بيداغوجية التعليم، كنقدروا نديرهم بثلاثة في وضعية واحدة. السؤال 21، المطالبة بقراءة نص باللغة الفرنسية أو باللغة العربية؟ غالبا باللغة الفرنسية، اللغة العربية ما فيهاش إشكال. الحروف كيشوفوك واش مزيان في الحروف، الأرقام باللغة الفرنسية، أيام أسبوع باللغة الفرنسية، الألوان باللغة الفرنسية، أشهر السنة باللغة الفرنسية وباللغة العربية كذلك، شوفوك واش حافظهم بالترتيب، الفصول الأربعة، الحواس، الأشكال الهندسية، وفي الأخير النشيد الوطني اللي هو اللي كنختموا به، حنا تنبداو به، ولكن في الأسئلة هيقول لك قلنا النشيد الوطني واش حافظوه ولا ما حافظوش، حيت غالبا تلقاو صعوبة في ديك المهمة ليناش. نتمنى التوفيق للجميع. الوغ نكون المهم، ما نطولش عليكم، الله ييسر لكم والله يعاونكم، والسلام عليكم إلى درس آخر إن شاء الله.